بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بناء على اقتراحات الأصدقاء بمهارة تحميل قوالب لبرنامج الباوربوينت، قوالب احترافية وتكون مجانية بتساعدهم في إنشاء وتصميم عروض تقديمية احترافية، بنهدي لحضراتكم هذا الفيديو الخاص بكيفية تحميل أكثر من 50 قالب احترافي مجانا لأول مرة. نتمنى أن الجميع الأصدقاء يشاركونا آرائهم ونحن نتفاعل مع القناة سواء بالاشتراك أو بالإعجاب أو كتابة التعليقات، لأن تعليقاتكم بتكون مصدر سعادة بالنسبة لنا، بنستفاد بيها ومن خلالها بنستنير في إعداد فيديوهات تعليمية على مستوى نتمنى أنه يلقى القبول لدى حضراتكم. أسفل هذا الفيديو في خانة الديسكريبشن، خانة الوصف، سوف تجدون 4 روابط لتحميل 4 ملفات. هذه الملفات بعد فك ضغطها هيتم تحميل أكثر من 50 قالب أو تمبليت لبرنامج الباوربوينت. هذه القوالب احترافية ومجانية، سعينا أن احنا نوفرها لحضراتكم وهنبدأ نشاهدها مع بعض. بداية دي الروابط الخاصة بتحميل هذه القوالب، 4 روابط في مجموعة أولى تقدر تحملها من هذا الرابط أو هذا الرابط، في مجموعة تانية، في مجموعة تالتة، في مجموعة رابعة. كل مجموعة من دولت لما تضغط على أي رابط خاص بيها زي اللي هنشوفه هنا، والروابط دي هتكون موجودة في خانة الوصف، خانة الديسكريبشن، نشوف كده مع حضراتكم على هذا النحو. هوت اول ما تضغط عليه هيبدأ تظهر بعض المواقع الاختصارات اللي من خلالها بننتظر في حدود 5 ثواني او 10 ثواني وبنضغط على اسكيب اد. قد يحدث ان يكون في اختبار للكباتشة الموجودة زي ما هنشاهد مع حضراتكم، ومعظمنا مر بهذه الاشياء. هنبدأ اهوت بنتابع عملية التحميل. هنا بيطلب بيقول لي ادي بليز كومبليت ذا كابتشا تو كونتينيو، انتظر الى ان تكتمل الكابتشا، فبننتظر الى ان يتم تحميلها. البعض بيتعجل وبيضغط على كونتينيو على هذا النحو فتظهر نافذه دعايه واعلان، فبنقوم باغلاق هذه النافذه ونرجع مره اخرى الى الصفحه الخاصه بينا، فبنلاحظ ان هو تجاوز عن الكابتشا الموجوده و أظهر لي صفحة أخرى بيطلب مني الانتظار لمدة 5 ثواني. هضغط على اسكيب اد، عند ظهور أي نوافذ دعائية بقوم بغلقها، وهكذا بالنسبة لجميع الروابط اللي هتظهر قدام حضراتكم إلى أن يتم الانتقال إلى المخزن الرئيسي الذي يحتوي على المجموعة الأولى اللي هي التمبلت 1. تمبلت 1 ده بيحتوي على 5 ملفات أو قوالب احترافية. بدأ يظهر قدامي موقع اسمه فايل فور دوت نت، هضغط على زر داونلود اللي خلفيته باللون الرمادي والكتابة موجودة باللون الأبيض. لو ظهرت نوافذ برضو دعائية بنضغط على إغلاق، نكرر هذه المحاولة مرة أخرى على هذا النحو، وبرضو بنقوم بغلق النوافذ الدعائية. بعد ذلك ننتقل داخل موقع اللي هو الفايل فور دوت نت الى جزئيه بتوضح لي حجم الملفات 12 اللي هم 5 قوالب احترافيه. في الرابط الاولاني عباره عن حوالي 13 ميجا، وهبدا دلوقتي هيختبرني في الكابتشا الخاصه بهذا الموقع. هضغط انا على انا لست برنامج روبوت. احيانا يتم وضع علامه صح مباشره ونضغط على كونتينيو وندخل في عمليه التحميل، واحيانا اخرى تظهر نافذه فرعيه يسألني على عدد السيارات المشاة وما بتقلش عن 3، ثم بعد ذلك أضغط على كونتينيو. ودائما بنقول لحضراتكم قوم بغلق أي نوافذ دعائية، ثم بعد ذلك هيتم الانتقال إلى الخطوة الأخيرة في الفايل 4.net اللي بيطلب مني الانتظار لمدة 5 ثواني. بعد ذلك بيتيح لي عملية التحميل، أدي 5 ثواني. ده بالنسبة لموقع لهذا الموقع. لو انت
قمت بتثبيت برنامج انترنت داونلود مانجر على هذا النحو، بيحصل اقتران، بيحصل اقتران ما بينهم. اذا ما اعطاكش المساحه اعرف ان ممكن يكون في مشكله، قوم بغلقه، لان انت عارف ان المساحه كام، 13 ميجا. ثم بعد ذلك اضغط لي على هذا الزر، يبقى تاكد من المساحه، ثم اضغط على زر داونلود، اضغط على زر داونلود، هتجد ان هيتم التحميل المساحه المظبوطه 13 ميجا، هيتم تحميل المساحه المظبوطه 13 ميجا. هنا البرنامج اهو بتاع انترنت داونلود مانجر، هننتظر ثواني ثواني، ثم بعد ذلك هنحدد الموقع الخاص بالتحميل. تمام، هاجي ضغط على الثلاث نقط دولت واحدد الموقع او المكان اللي هيتم فيه التحميل، بقوم بعمليه التكرار لجميع القوالب الاربعه لان فيها هدايا قيمه جدا هتعجب حضراتكم، ثم احدد المكان وليكن مثلا سطح المكتب، وبعد ما بحدده اضغط على سيف ثم داون لود، فبيتم التحميل على هذا النحو. ده متوقف على سرعه النت عندك، انا بيحمل بسرعه حوالي 240 250 كيلو بايت في الثانيه، ودي سرعه تعتبر معقوله، فبيحمل لي ال 13 ميجا في حوالي دقيقه ونص او حوالي دقيقتين. انا سبق ان انا نزلت هذه الاشياء، فانا هقوم دلوقتي بغلقها على هذا النحو اهوت، وحضرتك هتكررها بالنسبه لجميع القوالب. ثم هيبدا يظهر قدام حضرتك ادي التمبلت 1 عباره عن 5 ملفات او قالب احترافيه، التمبلت 2 عباره عن 10، التمبلت 3 عباره عن 10 قالب احترافيه مجانيه، التمبلت 4 35 قالب، يعني احنا بنتكلم على حدود 60 قالب احترافي. ثم بعد ذلك ابدا افكهم، بيكون عندك برنامج الوينرار او الوينزاب منزل على الجهاز، هضغط كليك يمين، ممكن اضغط كليك يمين على الاربعه كده اهوت، بعد ما انزلهم في مجلد اضغط كليك يمين واعمل فك الضغط هنا اكستراكت هير، فيتم فك ضغطهم في نفس المكان او في نفس المجلد اللي حضرتك قمت بالحفظ. وناخد بالنا ان الامتداد بي او تي بالنسبه للملفات ده دليل على انها عباره عن قوالب. ثم ابدا افتح اي واحد منهم وليكن مثلا ابو 35 ده، هضغط عليه، ثم بعد ذلك ادي القوالب موجوده اهيت، هبدا اختار قالب بطريقه كده عشوائيه وليكن القالب اللي هو 13. تعالوا بينا نشوف هذا القالب الاحترافي المجاني وكيف يتم الاستفاده منه، ونجرب بعض القوالب الاخرى، وان شاء الله جميع الزملاء اللي هيقوموا بتحميل هذه القوالب هيسعدوا بالمجهود المبذول في تحميلها ورفعها على المواقع. هننتظر الى ان يتم فتح برنامج الباوربوينت وعرض القالب من خلاله، ونلقي الضوء سريع ونجرب قالب واثنين وثلاثة، وهننتظر تعليقات حضراتكم للاسترشاد بها والاستفادة في عملية تحضير وتجهيز الفيديوهات حسب رغبات حضراتكم. وزي ما شفنا ده عبارة عن قالب بين القوالب الخاص بالباور بوينت اهوت، بتعمل عملية اهوت، عملية الريندرينج الخاصة بيها، هننتظر ثواني الى ان تكتمل باقي الشرائح الخاصة به، او نبدأ نعرضها على هذا النحو، نشوفها كده مع حضراتكم اللي هو القالب رقم 13. فيتم تحميل القالب على هذا النحو، هقوم باستعراض هذا القالب، هو موجود في صورة مجموعة من الشرائح، عايز اعدله الى اللغة العربية، هبدأ اضغط دبل كليك عليه وابدأ احول زي ما انا عايز اهو، بحدد ادي التحديد والت وشيفت يمين، وبعدين بكتب باللغة العربية ادي مشروع التخرج او الاسم او العنوان، وابدأ اغير وابدأ اضيف لوجو او شعار زي ما انا عايز، وابدأ اتنقل ما بين السلايدز الموجودة، اعدل المحتويات الى اللغة العربية او اللغة الانجليزية او اي لغة، عبارة عن مشروع متكامل، ثم اقدر اعيد الترتيب، ومعروف حضراتكم ازاي تتعاملوا مع هذا البرنامج المميز. وانا هقول ادي كده اغلاق، ممكن اختار قالب تاني وقالب تالت، وعايز حضراتكم تجربوا. لو رحنا مثلا لتمبلت 3 هنشوف كده، في تمبلت 3 هبدا اختار تمبلت 39، اضغط دبل كليك وهنشوف مع حضراتكم. وادي قالب رقم 39 زي ما شفناه مع حضراتكم، نتصفح هذا القالب وعدل اللغه اللي فيه واستفاد
من الاشكال الموجوده. عندكم العديد من القوالب، حوالي 60 قالب، جربوهم واستفادوا منهم، وان شاء الله سوف ينال اعجاب حضراتكم. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذه المهاره المتميزه، وهي كيفيه تحميل اكثر من 50 قالب احترافي مجانا لاول مره، والاستفاده منها في برنامج الباوربوينت. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.